وللمزيد ينضم إلينا من الخرطوم مراسل الغد محي الدين جبريل. محي، ضعنا في تفاصيل لقاءات الوسيط الإثيوبية طبعا مع قادة المجلس العسكرية ولقاءاته ككل المرتقبة مع قوى الحرية والتغيير. درة، من المنتظر أن يلتقي الوسيط الإثيوبي محمود درير قادة قوى إعلان الحرية والتغيير بعد نحو أقل من ساعة من الآن في الرابعة مساء بالتوقيت السودان المحلي في مقر السفارة الإثيوبية بالخرطوم. وهذا الاجتماع ينتظر أن تسلم فيه قوى إعلان الحرية والتغيير موافقتها على الوثيقة الإثيوبية المطروحة لحل الأزمة بين القوى والمجلس العسكري. يتم تسليم ذلك مكتوبا وبتوقيع مسؤولي أو قادة قوى إعلان الحرية والتغيير. لقاء الوسيط الإثيوبي الذي جرى قبل نحو 3 ساعات من الآن في القصر الجمهوري مع مسؤول اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي الفريق ركن شمس الدين الكباشي، حسب مصادرنا لم يتعدى كونه اجتماع على الأقل علاقات عامة أو زيارة على الأقل. هو الاجتماع الأول مع المجلس العسكري منذ وصول الرجل فجر أمس إلى الخرطوم، وبالتالي مصادرنا تحدثت عن أنه لم يتم التطرق لموقف نهائي للمجلس العسكري حول الوثيقة الإثيوبية. ومعلوم أن الوسيط الإثيوبي كان قد طرح مبادرته على الأطراف فور وصوله، بعضها تم تسليمه مباشرة وبعضها تم إرساله إلى الأطراف بواسطة مندوبين من السفارة الإثيوبية. عموما مصدرنا تحدث على أنه من المستبعد أن يلتقي الوسيط الإثيوبي اليوم، يعني مسؤولين في المجلس العسكري الانتقالي، وهذا في حد ذاته يؤشر إلى حديث مراقبين عن أن المجلس ربما كانت لديه تحفظات حول الوثيقة الإثيوبية. هذه التحفظات قد تصل إلى رفض بعض قادة المجلس العسكري للوثيقة جملة وتفصيلا بحسب طبعا حديث مراقبين. ولكن بصورة عامة لا يوجد تفاؤل كبير الآن في أوساط المراقبين من أن المجلس سيقبل الوثيقة الإثيوبية على حالها كما فعلت قوى إعلان الحرية والتغيير، والتي يقول مراقبون إنها بموقفها هذا قذفت الكرة في ملعب المجلس العسكري الانتقالي ليحدد مصير هذه الوثيقة التي تحظى بدعم إقليمي ودولي كبير، على الرغم من أنها طرحت إثيوبية ولكنها تبناها وزراء الخارجية الأفارقة وأمن عليها أصدقاء السودان في اجتماع شهدته برلين قبل نحو 4 أيام. نعم، نشكرك محي الدين جبريل مراسل الغد على كل هذه المعلومات، كنت معنا من الخرطوم.